بدوايا ينور والله. يتعني بلقبك من الحين المجاهد الأكبر. مبروك اللقب. بطيء. مبروك اللقب. مبروك. الوعد إن شاء الله بالجنة. إن شاء الله. شوف تفضل هالتلفون هذا تلفون المجاهدين. هذا بك تتصل فيني منه بس. أي تلفون ثاني لا. لأن أنا انكشف. صح رجاء. ها. وإن شاء الله توصل هناك. أول ما توصل هناك توصل ديرة صغيرة اسمها محسن أباد. إذا راح الاسم عندك في قرية صغيرة اسمها جاسم أباد. إذا ماكو في يعني بين جاسم أباد ومحسن أباد مطلق أباد. هذه قرية صغيرة يا حبيبي. أصغر هذه ما يروح يدري. إما بلا 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 بين الثنتين. فالمهم توصل هناك اسم واحد اسمه أبو البراء. أبو البراء هذا مسؤول عن جميع الأسلحة وعن المجاهدين في نفس الوقت. عرف شو؟ فتتقدم للكتاب. أنت على طول أول ما تحط الكتاب تقول له أنا من بالمنقار المجاهد الأكبر اللي هو أنا. الحين أنا هوت لك اللقب لأن أنا هذا اللقب ما بي. أنت الداعم الأكبر. أنا داعم. أنا مجاهد في سبيل الله. نعم. فيوديك عند منو؟ أبو الحارث. أبو الحارث هذا اللي قطع الروس. أخاف توصل بالليل وقت متأخر هذا بداية القصة عنده. الساعة كم يبلش؟ يعني يبلش الساعة 7:15 مثل يطبخون باكر. بالليل يطبخه والصبح يبيعه. فأنت لا خلص شغله قول أنا من فلان فلاني. بيرحب فيك بيحطك على رأسه ويفتر فيك. على طول ياخذك مخزن هناك مال أسلحة. هناك عاد أنت تنقل أول وتالي وإن شاء الله ترجع بالسلامة. وايد دخلته بالشغل ما قلت له هو شنو راح يسوي للمجتمع. عمي هو راح يصنع التاريخ. بطي راح تصنع التاريخ راح تعيد صياغة التاريخ راح ينكتب اسمك من ذهب. يكتبه من جدة وجدة. الوعد وين؟ بالليلنا.